الدوري الثاني. نعم نعم تكلم عن الاجتماع الثاني. نعم. الاجتماع الثاني ما حضر ولا ممثل عن المجلس المركزي، وكان في انتحال لاسم الحريه والتغيير، وبعد ذاك طلعت بيانات من المجلس المركزي وبيان من الحريه والتغيير وبيان من القوى السياسيه كلها نفت مشاركتها. نفس ذات المجموعه الان بتنتحل اسم نداء السودان لمحاوله ممارسه الضغط وتحقيق مكاسب سياسيه بعيدا عن الاهداف الاستراتيجيه، بحث عن مصلحه لبعض العناصر الموجوده تحت هذا الجسم. الان حزب الامه كارث تاريخي نضالي كحزب موجود في الحكومه ومشارك بأدي دوره بفعاليه وناقش المبادره بمسؤوليه تامه. المؤتمر السوداني برضو أدى رايه وناقش بمسؤوليه تامه مبادره رئيس الوزراء، والان هو جزء من الحكومه الانتقاليه، ما عندهم اي علاقه بما تم في دار حزب الامه تحت اسم نداء السودان. وبالعكس شاهدنا امس يعني مجموعه الجبهه الثوريه طلعت بيان. نعم. رفضت فيه، كانت يعني في زياره يمكن نعم عز يعني ناشدت فيه بعض النقاط بانه تحويل مسيره 30 يوليو الى حشد جماهيري عشان يقطع الطريق على عناصر النظام السابق انها تبقى مسيره منتجه، يعني حفر مجاري، زراعه، تنظيف عاصمه، اي مشروع انساني يخدم الثوره واهدافها عشان تقطع الطريق على المخربين والمتفلتين. نادت برضو ببعض الخطوات، رحبت بالمبادره ورحبت بوحده الشركاء الفتره الانتقاليه، وحددت انه هذا البيان لا يعبر عن توجه الجبهه الثوريه، وهو موقع مع هو الحريه.